والآن مشاهدينا مع أهم أنباء المال والأعمال وفاطمة خليل. أهلا بك فاطمة. أهلا بك سحر ناجي. أهلا بك إيمان منصور. وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. اختتمت بالقاهرة أعمال اللجنة التجارية المصرية السودانية المشتركة على المستوى الفني بالتوقيع على محضر اللجنة ومذكرة تفاهم ما بين هيئتي المعارض بكلا البلدين. وأكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جاما حرص الدولة المصرية على تنمية وتطوير أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع دولة السودان الشقيقة في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة بما يخدم الطرفين. وناقشت أعمال اللجنة التجارية المصرية السودانية المشتركة دراسة تعظيم الصادرات بالقطاعات الغذائية والزراعية، إضافة إلى سبل تفعيل دور مجلس رجال الأعمال المصري السوداني والمراكز التجارية بين البلدين خلال الفترة المقبلة. انتهينا الحمد لله من كل الأمور المتعلقة بحركة التبادل التجاري ما بين بلدينا، وعلى الجانب الآخر احنا بنسعى طبعا لتعظيم صادراتنا لأفريقيا بشكل عام، وأكيد ان احنا بنستهدف السودان كدولة شقيقة ودولة جوار بأن هي يكون من مستهدفاتنا في زيادة الصادرات. مجرد توقيع المحضر، تم توقيع مذكرة تفاهم على هامش محضر اجتماعات اللجنة ما بين هيئتي المعارض في كل الدولتين، الغرض منها تيسير إقامة المعارض، وخاصة بالنسبة لنا إقامة المعارض في السودان لعرض المنتجات المصرية سواء منتجات نهائية أو مواد غذائية، بحيث أن احنا نفتح كثير من الأسواق، وخاصة المنتج المصري بيلاقي قبول جيد جدا من المواطن السوداني. وضع مميز في التبادل التجاري لاحتياجات مصر لسلع من السودان واحتياجات السودان لسلع من مصر وخدمات وعلاقات متطورة. احنا كحكوميين بنحاول بقدر الامكان ان نذلل العقبات لرجال الاعمال والقطاع الخاص بحيث ان هو التبادل التجاري بين البلدين يكون اكبر من ما هو عليه الان. وقعنا اتفاقيه، الاتفاقيه دي هتدي لسبل تسهيل اجراءات وتدابير التجاره الخارجيه بين مصر والسودان، ونحن اتفقنا على انه نزيل كل العقبات التي تتعلق او التي تعيق التجاره الصادرات والواردات بين الدولتين. هذه التجاره، هذه الاجراءات التي تمت او الاتفاقيات التي تمت اليوم هيعمل الى ازاله العقبات وهيزيد من حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان. وقعت وزارة البترول والثروة المعدنية بروتوكول تعاون للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة في أنشطة الوزارة. وأوضحت الوزارة أن البروتوكول يأتي في إطار التوجهات الرئاسية بإنشاء شبكة الطوارئ والسلامة العامة لتكون العمود الفقري لاتصالات الجهات الإدارية بالدولة وتعميم استخدام خدماتها وإمكاناتها وتطبيقاتها لتحقيق السيطرة الكاملة والتعاون بين جميع الجهات المعنية في إطار شبكة لاسلكية متطورة مؤمنة بالكامل. ارتفعت قيمة صادرات مصر من الصناعات الغذائية بنسبة 2.4% خلال النصف الأول من العام الحالي لتسجل نحو 2.2 مليار دولار بزيادة قدرها نحو 51 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي. أكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن الصادرات الغذائية ارتفعت شهر أبريل من العام الحالي بحوالي 377 مليون دولار محققة نسبة نمو في قيمة 2% مقارنة بصادرات أبريل 2021. إلى البورصة، حيث أنهت المؤشرات الجلسة على تباين إذ تراجع المؤشر الرئيسي في حين ارتفع مؤشرا إي جي إكس 70 وإي جي إكس 100. ارتفع رأس المال السوقي بنحو
و150 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 666 مليارا و540 مليون جنيه. على صعيد المؤشرات، فتح مؤشر اي جي اكس 30 عند 9968 نقطة متراجعا بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 9965 نقطة. كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 عند مستوى 1998 نقطة مرتفعا بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 2013 نقطة. كما فتح مؤشر اي جي اكس 100 عند مستوى 2917 نقطة مرتفعا بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 2932 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، يسجل الدولار الأمريكي نحو 19 جنيه و9 قروش للشراء و19 جنيه و17 قرشا للبيع. أما بالنسبة لسعر اليورو فوصل سعره إلى 19 جنيه و58 قرشا للشراء و19 جنيه و66 قرشا للبيع. بالنسبة لسعر الجنيه الاسترليني وصل سعره إلى 23 جنيه و14 قرشا للشراء و23 جنيه و24 قرشا للبيع. أما عن أسعار العملات العربية فوصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 5 جنيهات و19 قرشا للشراء و5 جنيهات و22 قرشا للبيع. سعر الريال السعودي وصل إلى 5 جنيهات و7 قروش للشراء و5 جنيهات و10 قروش للبيع. في أسواق المعادن النفيسة، استقرت أسعار الذهب لتسجل نحو 1794 دولارا للأوقية. محليا سجل عيار الذهب 18 نحو 907 جنيهات، أما عيار الذهب 21 فقد سجل نحو 1058 جنيه وهو الأكثر مبيعا. أما بالنسبة لعيار الذهب 24 فوصل سعره إلى 1209 جنيهات. بالنسبة للسعر الجنيه الذهب وصل سعره إلى 8466 جنيه. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزون الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للبلاد تراجع الأسبوع الماضي لأدنى مستوى منذ أبريل عام 1985. أوضحت الإدارة المعلومات أن مخزون الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي هبط من 5 ملايين و300 ألف برميل إلى 464 مليون و560 ألف برميل. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية.